السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الشموشات يا لاله والدنيا راه مشمشه. يا سلام، كتسمع الموسيقى؟ حبوباتي الغزالات ديالي، خوتي العزاز، هذا اول حاجه غادي نقول لكم. نحط لكم تيك توك ديالي هنايا، غادي نقول لكم دخلوا 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 التيك توك، غنبقى ندير فيه اللايفات. راني درت فيه البارح وعجبني الحال. المهم باش ما تبقاش تسمع الموسيقى، غادي نقطع تنبعد من الموسيقى ونكمل لكم. ما تنساوش تشجعوني باللايكات الحباب. البنات حبوباتي، انا رجعت للدار، واختي نحلو عاد نشعل على ديك الحيمه. حبوباتي الغزالات ديالي، ما شنو بغيت نقول لكم يا ربي. البنات، بالنسبه للبنات اللي عايشين في اوروبا وكيصيفطوا الفلوس البرا، غادي نخليكم هنا واحد لابليكاسيون اللي سميتها سيندواف. اون فوا كتانستاليها في التليفون ديالك، عندك 10 اورو كيعطيوها لك ديك الساعه، وكتصيفطي الفلوس للمغرب سون فري، ما فيهاش الفري. كتدخلي، خاصك تدخلي كود برومو اللي هو هاجا فرونس. كود برومو هو هاجا فرونس، كيعطيوك 10 اورو وكتبقاي ديما كتصيفطي الفلوس من التليفون ديالك، ما كديبلاصي، ما كدير حتى شي حاجه. انا نفعتني، صيفطي بالليل جالسه ناعسه، مهم ديما كتصيفطي غير من تليفونك، ما كتبقاش تقلبي على ريا ولا تقلبي على شي بيرو باش تصيفطي لوالديك، سيرتو دابا العواشر. كتصيفطي غير من التليفون ديالك في لابليكاسيون سيندواف، وكتدخلوا الكود برومو اللي هو هاجا فرونس، وهما كيبدا يسحبوا، يا اما يسحبوا يا اما من كاش بلس، يا اما من الشعبي، كاش شعبي، يا اما كاش بلس يا اما كاش شعبي. صافي البنات، بالنسبه للبنات اللي ما عرفوش كيفاش انصايوا، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف فيديو كيفاش انصايوا، كيفاش تدخلوا الكود برومو، كيفاش كلشي، يعني شرحه فيه كلشي. كنزرب لكم الهضره، لان غادي ندخل في واحد الموضوع واحد اخر. كاين بزاف ديال البنات اللي كيصيفطوا ليا كومونتيرات، من بعد غادي نخلي لكم الكومونتيرات غادي تقراوهم، غادي نحط لكم لي فوتو 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 فوتو, فوتو هكا، حيت هاد لابليكاسيون باقي ما كنعرفش نحط لكم لي فوتو فحال هكا. مي غادي نحاول الا قدرت نحط لكم لي كومونتير هكا، راني غنحطهم، ما قدرتش غادي نديرهم لكم هكا غير. المهم نحاول كيفاش ندير لكم بواحد الطريقه اخرى. المهم البنات، كلشي بدات كتجبد ليا، خاصني نبدا نهاد. كاين بزاف ديال البنات قالوا لي هاجر عافاك شنو هو الدواء اللي حيد لك الحساسيه، اللي حيد لك ليغيتاسيون، اللي عاونك على الحماله. بالنسبه لي اول مره، زعما شي وحده كتشوف اول مره هذا الفيديو، كنقول لك مرحبا بك والف مرحبا. ما عليك تضغطي على الزر الاحمر اللي هو ابوني او سبسكرايب واشتراك وفعل الجرس باش تبقاي تشوفي كاع لي فيديو ديالي. نعاود لك القصه بغيف. انا واحد السيده اللي عندها 39 عام عايشه هنا في فرنسا، كنحاول انني نولد. انا ديجا والده، عندي ولدي فيه عنده 6 سنين ونص، ولكن ما قدرتش نولد من بعد. من جيت هنا فرنسا ما قدرتش نولد من بعد. صافي ملي مشيت عند الطبيبه ديالي، صيفطاتني عند جينيكولوج وداك الشيء، دات لي زاناليز، خرجوا لي لي زاناليز ان لي زورمون ديالي ما مخربقين، ان التبويض ديالي مزيان، ان ديك الخرطوم، ديك كلشي هو هذاك، من غير المهم عرفت كيفاش نشرح لكم. الباساج باش كيدوز الماء بيض مسرح، كلشي هو هذاك، غير لي زورمون مخربقين اللي ما غيخليونيش انني نولد. عمري في حياتي ما غنولد عاديه، يعني خاصني ندير اطفال الانابيب، ولا خاصني ندير شي طريقه واحده اخرى. يعني تيلمون لي زورمون شافتهم في لي زاناليز مخربقين، قالت لي انت راه عمرك ما غتولدي، غتبقاي تسناي غتبقاي تسناي غتبقاي تسناي، وفعلا ما غتوليش. وفعلا انا تسنيت بزاف 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 بزاف. واخا غادي تقولوا لي هرجه وشنو دابا درتي، واش بالنسبه كدوي بالنسبه للناس اللي جداد دخلوا عندي، اما الناس اللي متبعيني راه عارفيني ما درت والو. غتقول دونك درتي عمليه، درتي اطفال انابيب، اشنو درتي في دينا. انا خوتي من قالت لي الطبيبه صافي راه عمرك ما غتولدي، خاصك ديري شي اوبيراسيون، قالت لي بالحق خاصك تعيطي فوالا نيميرو، انك غادي تتصلي بواحد لوبيتال كبير هنا في فرنسا، انك تاخدي رونديفو، انك باش صافي
ديري معاهم لي زيتاب. انا بحال دابا بقات لي شهرين خديت رونديفو عطاو هنايا من هنا شهرين، انا ما بقات لي غير شهر طحت حامله الحمد لله، واحد الحمل اللي هو معجزه الحمد لله. ربي كبير ربي كبير ربي كبير. علاش اخوتي انا حملت؟ سبحان الله العظيم كنت كنقول لكم انا حملت بجهد سيدي ربي، حملت مياد. شوف كون فيكون ربي ما كيبغيك يكتب عليك شي حاجه كيكتب عليك. ربي ما بغانيش نتعذب في العمليات، ربي ما بغانيش نمشي ندير الاطفال الانابيب، ربي ما هي عاديه يعني اي وحده ما قدرتش تولد راه ديرها يعني سبب عبدي وانا نعينك عاديه يعني ما قدرتيش ولدي ديري شي عمليه ديري ما تبقاوش ناعسين. كاين شي وحده اللي كتقول لي وانا 7 سنين وانا يا ما سهلش الله عافاك هاجر دعي معايا، راه ماشي بالدعائيه، الدعاء حتى هو كينفعنا ولكن خصنا نشوفوا صافي واحد العامين ما مكتبش الله نمشي ندير التحاليل نمشي نشوف شنو كاين. انا وراجلي ماشي ندير غير التحاليل انتيا دي راجلك حتى هو دير التحاليل نشوفوا شنو المشكل، ما تبقاي تسني تسنى راه انا كاينه غتحملي ما ديروش الغلط اللي درت. انا راه بقيت كنتسنى بزاف، انا راه 40 وانا كنتسنى كنقول دابا 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 عاد مشيت نط وهو راه خطا بسيط هو راه حاجه بسيطه خلاتني نولد. انا جايكم الهضره فديك الساعه فاش مشيت عند جينيكولوج فاش عطاتني رونديفو للسبيطار الاخر قلت ليها تفكرت بانني انا عندي ليغيتاسيون عندي الحكه الحكه خارج خارج الرحم عندي عندي حكه ديال المهبل يعني هذا فيديو طبعا راه ديال العياز. انا ملي كتجيني الحكه وكتمشي تجيني الحكه كتمشي ما كنتش كنديها فيها كنقول صافي دابا تمشي. كنت كندير غير كنت كندير غير بوماد كنت كندير شي حاجه كنغسل بها يعني كنقول خزامه كنقول دابا تمشي يعني ما كنتش كنحط فيها راسي. ولكن هذا هو الغلط الكبير لان اكتشفت ان الحكايه هي اللي ما خلاتنيش انني نحمل. وباش كونفيرميتو ليا انتوما غادي نحط لكم هنا نحط لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي كنت كنعاود لكم فيه الدويات اللي درت. غادي تقراو كاع لي كومونتير خاصكم تشوفوا جوج فيديوهات غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف. واحد بعدا كيفاش تدخل ديك الكود بروم باش تبقى تصيفط الفلوس للمغرب على لابليكاسيون سندواف. واحد الفيديو عاوتاني غنحطو لكم في صندوق الوصف انه غتدخلوا ليه غادي تشوفوا الدواء اللي عاونني باش تحيدات ليا ديك الحكه بصفه نهائيه وباش عاونتني ان لي زغمون ديالي يتقادوا باش انا نمشي نولد. والفيديو الثالث كنشرح لكم فيه شنو درت باش ولدت يعني شنو درت باش ولدت. ولكن هذا الشيء كامل علاش كنقول لكم تفرجوا في الفيديوهات باش تشوفوا لي كومونتير بزاف ديال الكومونتير البنات وبزاف ديال الكومونتير البنات كتقولوا لي انا بعدا تصدمت ولكن واحد الخير صراحه الله هاد لي فيديو علاش بغيت نعاود ليه لان خير كبير غندير في العيالات وحق الله العظيم اي وحده تعطل عليها الحمل يا ربي تسهل عليها وفك حزامها وتعطيها الدوريه صالحه. الا فيك لاله الحكه الا فيك الحكه كتمشي وتجي الا فيك الحكه راه هذيك الحكه هي اللي كتعطلك الولاده سمعيني مزيان هذيك الحكه كتعطلك الولاده. الا بغيتي تاكدي من كلامي غادي تدخلي لي كومونتير في هذوك لي فيديوهات شنو غادي دير؟ غتقول لي لاله انا فيا الحكه شنو غندير؟ غتمشي للطبيبه ديالك عند الجينيكولوج ديالك ولا الطبيب عام انتي وجهدك غتمشي غتقول لهم انا فيا الحكه بغيت نداويها من برا ونداويها من الداخل ماشي غير نداويها من برا حيت انا كنت كنداويها من برا وعمري حملت ولكن من داويتها من الداخل عاد باش حملت يعني غادي يخرج ليك الدوايات اللي غادي تشوفيهم في اللي غادي تشوفيهم عندي في الفيديو غادي دير لهم سكين تقول لهم بغيت بحال هاد الدويات هادو كاينه واحد البوماد كاينه واحد القويلب وكيجيوني سؤال بليد واحد السؤال بليد كتقول لي واحد السيده اختي هذاك القويلب القويلب كيفاش غندير هذا القويلب هذا واش تحمقوني البنات هذا القويلب كيفاش كيديروا ليه وانت فيك الحكه المهبليه في نظركم كيفاش غديري ليه واسئله كتكون بليده ما كنبغيوش حنايا نفرشوا كلشي في اليوتيوب ما علينا. من بعد من غادي تشري هذيك الدواء عندك لا كريم كديريه باش غادي تحيد لك الحكه من على برا عندك واحد جوج قويبات واحد القالب اللي كي يبرد لك ديك التهيج اللي عندك حيت هي انفيكسيون راه الحكه راه هي انفيكسيون اللي كدير لك لي زومون كتخربقو وما كتخليكش تولدي يعني هذيك لافيكسيون كداويها بهذاك القويلب والقويلب الثاني اللي كتسالي ديك التريتمون ديال القويلب الاول كت
كوين بالثاني. وهذا الشيء سونوردونس بالنسبه للناس اللي عايشين في اوروبا وخلاص حتى في المغرب ولا في الجزائر وداك الشيء كتاخذيه بلا لوردونس. كاع تمشي تقول له غيعطيني هاد الدويات ولا شي دواء كيشبه له ولا شي واحد ساكن في فرنسا يصيفطوا لكم. المهم نتوما تعرفوا كيفاش تدبروا على هاد الدواء هذا. القويل بالثاني كينيطوي لك كلشي، يعني الجهاز التناسلي ديال المراه كامل كينيطويه وما كيخليش ديك لانفيكسيون ترجع، يعني ما كيخليش الحكه تعاود ترجع. خاصكم ضروري ديروا التريتمون كامل، يعني القليله القليله ديك جوج هذوك جوج القويلبات اللي وريت لكم في الفيديو، يعني هذيك الفيديو اللي حطيت في صندوق الوصف ضروري خاصكم تشوفوه وتاكدوا بان لي كومونتير كلشي كيقول لك انا ما ولدتش بصح حاجه عندي حكه بصح عندي الحكه، يعني تحامل وحده نفع هذيك الفيديو شحال وحده ان شاء الله ربي غيسهل عليها وغتحمل ان شاء الله بسبب ديك الفيديو بسبب سيدي ربي. سيروا جريو على راسكم الا كنتو تعطلت غير العامين ديال الحماله ما قدرتوش تحملوا شوفوا شنو هذا بان ليكم لي زاناليز كان مزيانه بحال لي انا عندك تبويض مزيان راجلك مزيان قامت فالوب كلهم ما مسدودين ما حتى شي حاجه عندك غير لي زغمون اللي هذا مخربقين عندك الحكه هذه كتمشي كداوي راسك وربي سهل. وهذا الشيء زعما سبحان الله العظيم التجربه ديالي انا حطيتها قدامكم انا كنبارطاجي معكم الحاجه اللي كنعرفها انها استفدت منها وكنبغي نفيدكم حتى نتوما صافي فهمت. انا كنحاول نزرب لك الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل اخوتي. كنتمنى نكون انكم فريمون استفدتوا معايا بغيتكم فريمون تبارطاجيو بزاف 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 هاد لا فيديو هذا باش تنفعوا به العيالات اللي كيكونوا مساكن اون سي جامي صيفطي مثلا صاحبتك بنت خالتك جارتك شتيها مجوجه ومعطل عليها الولاده ما غتعرفيهاش واش كتجي الحكه ولا ما كتجيهاش، ولكن الا صيفطتي لها هذا الفيديو هذا وشافت الفيديو وعاد تفكرات بان فريمون كتجيها الحكه وكتمشي وتجي اون فوا تشوف هذا الفيديو غادي تعاونيها انها حتى هي ربي يسهل عليها حتى هي انها تحمل حتى هي انها يعطيها سيدي ربي ذريه صالحه. وغادي نعاود ندعي معكم وغنبقى ديما ندعي معكم وان شاء الله نهار اللي غادي نولد غادي ندعي مع المتتبعين ديالي كاملين غادي ندعي مع بعدا اول حاجه يعطيكم صحتكم ويخلي لكم الصحيحه ديالكم وتعطيكم الذريه الصالحه. واي وحده كتمنى ان صغير بيعطيها الذريه الصالحه كنقول لها لا ترحم شي وحده تحرم شي وحده والله يعطيكم ما تمنيتو في خاطركم. وبغيت ندعي معكم عاوتاني ان الله يعطيكم داكشي اللي في نيتكم حب نيتكم زوينه ربي غادي يعطيكم هادشي اللي كاين اخوتي. بزاف ديالكم الهضره باش ما نطول لكم في الفيديو ونكمل الغديوه ديالي الى فيديو قادم ان شاء الله. غادي نشوفكم الفيديو اللي مورا هذا. كنتو كتقولوا لي هاجر عافاك كيفاش تعرفتي على زوجك الفرنسي الفيديو من هذا المورا هذا غادي ندير انا ويوها ان شاء الله انصون بالفيديو وغادي نقول لكم كيفاش تلاقيت راجلي. كاين اللي ديجا شاف الفيديو حبيتو هذا الشيء قبل شي عامين ولا 3 سنين ولكن كاينين ناس جداد اللي كيقول لنا هاجر كيفاش مشيتي لفرنسا كيفاش تعرفتي على الراجل ديالك الفرنسي. يلا بسلام عليكم بارطاج بارطاج لايكات لايكات واللي ما ابونيش يتابونا. Gros bisous à toi.